لتفاصيل أوفى مشاهدينا ينضم إلينا عضو الديمقراطي الكردستاني السيد هيثم المياحي. أهلا بك سيد هيثم. بداية، ما الذي حدث قبيل اجتماع اللجنة المالية النيابية حتى أدى لهذه المخرجات المفاجئة؟ هل تم إعلامكم بهذه التعديلات أم كيف جرى الأمر؟ سيدات والسادة متابعي قناة دجلة، في بعض الأمر أن الاتفاق الذي حدث فيما بين الزعامات الكبار، يعني زعامات الشيعة والسنة والكرد، حول ائتلاف إدارة الدولة، والاتفاق الذي وقعنا عليه سوية، كان من غير المقبول ومن غير المقنع أن تتغير كل هذه النقاط التي وقعنا عليها سوية، حقوق المكون السني والشيعي والكردي وكل من يلتزم بمبادئه واللي سرنا عليها. لذلك دخلنا في هذا الائتلاف فصوتنا من أجل أن يكون السيد محمد الشاع السوداني على رأس الجانب التنفيذي كرئيس للوزراء. أما التداخل فيما بين السلطات والعلاقات التحزبية وتأثير الزعامات على الأخوة سواء كان في اللجنة المالية أو غيرهم، وتغيير البنود وكتابة مواد جديدة أضافوا وحذفوا حسب هواهم وحسب ما يمتلكون من نفس عنصري وطائفي لا يليق بنا. طيب، ولا يليق بمسمى ائتلاف إدارة الدولة. نعم، لو سمحت، من الطرف الرئيسي الذي قام بالتغيير بهذه التعديلات؟ وحضرتك ذكرت أن هذه التعديلات غير منطقية. طيب، أي جانب أكثر تماس مع هذه التعديلات؟ من قام بالتغيير؟ بعض الأخوة النواب اللي موجودين، الأخوة والأخوات النواب اللي يحملون نفس عنصري ونفس طائفي ضد المكون الكردي وإقليم كردستان، أما لمصالح خاصة تربطهم بالأخوة في اليكتي الاتحاد الكردستاني من أجل تأجيج وتأزيم الموقف الانتخابي القادم في 18، لأنهم يدركون جيدا. هم أكيد لديهم علاقات بزعامات، لا يوجد أي شخصية في داخل قبة البرلمان التشريعي مستقل. سيدتي الكريمة ست ذكريات، الجميع ملتزم بما يؤمر به من قبل زعاماتهم، ولكن نحن نوجه رسالتنا كديمقراطي للزعامات الشيعية ونقول لهم لا يليق بكم أبدا أن تخرقوا هذه العهود التي أبرمتموها مع المكون الكردي وخصوصا مع الزعيم مسعود البرزاني، لأن هذه العلاقات سوف تتأثر سلبا وهي ليست لن تصب في مصلحة بغداد ولا مصلحة أربيل. يعني الآن يلا صحيتوا تردون تدافعون عن حقوق المكون الكردي، وهل أنتم أكثر ولاء وحبا وصدقا من القيادات الكردية على أبناء كردستان؟ الأموال اللي انقطعت واللي كانت تدخر من أجل سواء كان 10 20 25% للرواتب، هاي استحقاق مكون كردي، نعم سوف ترد لهم، لكن مو بطريقة اللعبة السياسية، لعبة المغفلين اللي نسميها الآن في هذه الظروف، حتى تؤججون أزمة فيما بين الشعب الكردي وما بين القيادات، لا تليق أبدا. أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تدخل عقلاني واضح من قبل الزعامات في ائتلاف إدارة الدولة ليوقفوا هؤلاء الذين يتفاخرون وكأنهم مبتهجين اليوم يعرضون بطولاتهم. سيد هيثم، أرحب بك من جديد. دير بالك على المكون الشيعي، أريد أن أفهم منك، على محافظتك هذه التغييرات قائمة على أساس عنصري وطائفي بحسب ما تصرح، وتصرح من باب آخر أن هناك تفاهم مع اليكتي في السليمانية حول قضية التغييرات. بالنهاية المشاكل داخل الأحزاب الكردية هي من أعطت وسهلت قضية التغيير داخل قضية الموازنة. من باب آخر، من اتفقتم معهم في إطار ائتلاف الدولة سعوا بحسب ما تقول أنهم إذا سعوا فعلا إذا إلى تغيير بعض بنود الموازنة، هذا يشكل أمرا بالغ الخطورة، كون السيد مسعود برزاني صرح أن ما جرى هو خيانة وظلم ومؤامرة. نعم. وسنتصدى لهذا الموضوع بكل السبل. نحن أمام مشكلة كبيرة قائمة ومشكلة مستقبلية لا نعرف كيف ستصد من قبل السيد مسعود برزاني. نعم بالتأكيد سيد عبد الرحمن، الوضع اللي احنا به الآن كما خرج بافل، سيد بافل طالباني مسبقا وقال جملة مشهورة أنا أعيدها عليه الآن وأقول إيسترازيم بم وزعة. هذا الوضع أنت راضي به اللي صار الآن؟ خلافات وشجار في داخل إقليم كردستان في البرلمان،
وأيضا انتهاك لحقوق المكون الكردي من الأخوة في اللجنة المالية، وتجاوز على مكون كنا موحدين في صوت ورؤى واحدة. ترون أن هناك فرقا بين الكردي المتواجد في السليمانية والكردي المتواجد في أربيل برأيك؟ سياسيا نعم، نعم سياسيا وليس شعبويا. الشعب هو واحد، المكون هو واحد، كل الشعب الكردي يبحث عن قوته، يبحث عن راتبة، يبحث عن خدمات. ولكن عندما تكون هناك الفرق شنو المشكلة الكبرى؟ المشكلة الكبرى أنه الديمقراطي لا يمتلك علاقات خارج الحدود، يمتلك سيادة وإقليم، يدافع عن شعبه في إقليمه. ولكن الأخوة في اليكتي لديهم أهداف ولديهم علاقات، سواء كان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو مع الفصائل أو مع غيرهم، لذلك هم يتأثرون بما يملى عليهم، وأيضا قراراتهم واضحة جدا. هم الآن على أبواب انتخابات، ونحن شهدنا ما حصل في البرلمان في الأيام اللي مضت، وهذا كله تأجيج من أجل شنو؟ من أجل عدم تفعيل مفوضية الانتخابات اللي سوف تكون الرقابة الشديدة على صناديق الانتخابات. رفضوا لأنهم يدركون جيدا سوف لن يحققون انتصارا، وسوف يكون هم اليكتي الاتحاد سوف يكون بالمرتبة الرابعة إن لم يكن الثالثة، وهناك سوف تظهر أحزاب جديدة وسوف تصعد في انتخاباتنا المقبلة في داخل إقليم كردستان. كل ما يحدث هو ضغط سياسي على الديمقراطي من أجل أن نعطي تنازلات، وأستبعد ذلك من قبل الزعامة والقيادة المتسنمة في السيد مسعود بارزاني، لأنه أوضاع اللي اتفقنا عليها يجب أن تمرر. ولكن إن كان هناك من يريد أن يستخدمها بطريقة اللعبة والشيطنة، هذا مرفوض رفضا قاطعا أكيد. طيب سيد هيثم، إذا في حال استمر التأخير والمماطلة وتصعيد الخطاب السلبي في إقرار الموازنة بين الحكومة المركزية والإقليم، كيف سينعكس ذلك على الاقتصاد بشكل عام؟ وربما ملف تصدير النفط هو فيصل الخلاف بين الحكومة المركزية والإقليم. بعد ذلك ما الخطوات المتوقعة أو الإجراءات التي ستتخذ من قبل الطرف الكردي لحل هذا الخلاف؟ هي أولا الخلافات اللي كانت موجودة قد حلت واتفقنا عليها، صدر 250 إلى 400، وتروح هذه الأموال وتورد في داخل بنك، واتفقنا حتى على اسم ومسمى المصرف اللي راح تدخل به الأموال اللي هو سيتي بنك وغيره أيضا، وكل ما اتفقنا عليه راح هباء وتلاشى في السماء، وكأنه الأمور سابت. واللي يقود العملية السياسية بعض المراهقين السياسيين الجدد اللي دخلوا مجددا واللي يعني يتبخترون وكأنهم يريدون أن ينسفوا الموازنة لثلاث سنوات اللي قاتلنا من أجلها كائتلاف إدارة الدولة. والسؤال هنا، هل أنتم معنا؟ هل أنتم ضدنا؟ هل أنتم مع العراق؟ ضد العراق؟ مو هاي أمة بالكامل منتظرة الموازنة تعد، مو هاي تعيينات وما شابه ذلك. كل ما أبرم وتغير في هذه المواطن النقاط اللي هي في 13 اللي هي المادة الأولى واثنين والثالثة، وعدنا بال 14 واحد اثنين ثلاثة الرابع والخامس. أنتم قبيل تشكيل الحكومة قلتم للأطراف المتخاصمة في ذلك الوقت، التيار من جهة والإطار من جهة أخرى، اذهبوا وحلوا بعض المشاكل التي ترون أن فيها اختلافا، وبعد ذلك تعالوا إلى الأطراف الكردية التي من رأيكم أنها كانت متفقة. اليوم ربما دارت الدائرة وهناك نفس الشيء سيحصل مع الأطراف الكردية، الحكومة ممثلة أو الحكومة خارج قوس في هذا الموضوع، الأطراف المتخاصمة مع الأحزاب الكردية ستقول للأطراف الكردية اذهبوا وحلوا المشاكل داخل إقليم كردستان وبعد ذلك تعالوا واتفقوا مع الموازنة، صح أم لا؟ مو هذا سيركليشن سوينا، دائرة مستمرة وكأنه جاي يلعبون في هذه هي لعبة السياسة سيد، وإلا القرار واحد والمركزية موجودة في داخل. هذه مو لعبة السياسة، هذه لعبة الشيطنة، لعبة بلا ضمير، بلا مبادئ، بلا أخلاق. اتفقنا على أسس واضحة ووقعنا عليها ودخلنا في ائتلاف إدارة الدولة. هم سوف يخسرون السيد مسعود بارزاني، وخسارتهم للديمقراطي سوف تعرقل العملية السياسية بالكامل. وهناك من يهدد بأنه سوف ينفصل، وهذا سوف يقول الإقليم سوف يكون محافظات. أقول لهم أعتقد هذا الحلم بعيد، بعيد المنال جدا، وأعتقد سوف نستمر في مبادئنا وفي الأسس اللي ساعين لها، وهناك اتصالات وتواصل مع العقلاء في المكون الشيعي والعقلاء في المكون السني، ولا أتحدث عن مراهقين العملية السياسية اللي يردون طيب. يشقون الصف الكردي واللي يشربون قهوة ينهار واللي يروحون إلى ذاك ليلا ونهارا. هؤلاء أنه أنكم لن تشاركوا في الجلسات المقبلة بخصوص التصويت على الموازنة لو بقي الحال على ما هو عليه؟
هذا القرار يعود إلى السيد مسعود برزاني كرئيس للحزب وليس لي أبدا، ولكن أقول نحن مع كل شيء من أجل مصلحة الدولة ومصلحة العراق والعراقيين، والمكون الكردي هو جزء من هذا الشعب. نعم، إذا عضو الديمقراطي الكردستاني أخذ حقوقه لا نقبل به نهائيا. نعم، إذا الشكر الجزيل لكل ما تفضلت به سيد هيثم المياحي، شكرا جزيلا.